بينضم الينا عبر الهاتف الاستاذه هبه القدسي، مدير مكتب الشرق الاوسط بواشنطن. تحياتي لحضرتك استاذه هبه. اشكرك، تحياتي ليكي. يعني كيف يتحدث الاعلام الامريكي عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لدونالد ترامب والقمه المرتقبه بعد قليل؟ مفترض ان الساعه دلوقتي حوالي 10:30، مفترض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة 12:00 أي بتوقيت القاهرة حوالي الساعة 6:00 مساء، يعقبها غداء عمل للرئيس السيسي ولكافة أعضاء الوزراء المشاركين معه، هتبقى في الداينينج روم الرئيسية في البيت الأبيض. بالنسبة لتناول الإعلام الأمريكي لزيارة الرئيس السيسي، هناك طيارين، طيار يرى أن هذه زيارة هامة جدا وأنها تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب لتحركات أكثر جدية وأكثر حسما ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش، فيحتاج إلى مصر ويرى مصر كشريك أساسي في الحرب ضد الإرهاب. هناك تفاؤل بهذه الزيارة، هناك ترحيب كبير من البيت الأبيض. التيار الآخر هو تيار يشدد على تراجع أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ربما تيار أيضا معارض لرئيس السيسي، ما زال يغني على نفس نغمة الانقلاب. لكن الموقف الرسمي هو موقف مرحب جدا من الرئيس، سواء من جانب البيت الأبيض أو من الإدارات الأخرى، فيشارك في هذا اللقاء ما بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي عدد من الوزراء من الجانب الامريكي، اهمهم وزير الخارجيه الامريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس. القضايا الرئيسيه اللي هتبقى زي ما حضرتك ذكرتي، الجانب الاقتصادي من الجوانب المهمه جدا في هذا اللقاء. هو في الحقيقه في ثلاث ملفات اساسيه او يعني رئيسيه، هي الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف العسكري او الامني. هناك محادثات ستجري حول ضمانات لقروض لمصر لحفظ مزيد من الاستثمارات، كان في مقابلات للرئيس السيسي مع رؤساء تنفيذيين زي جنرال الكتريك ولوكهيد مارتن، ودي من اكبر الشركات العسكريه في العالم. ايضا سيتقابل اليوم مساء اليوم الرئيس السيسي مع عدد كبير من المدراء التنفيذيين في غرفة التجارة الأمريكية، واللقاء سيكون يعني المقر الغرفة مقابل للبيت الأبيض. اللقاء مغلق للإعلاميين، ويبدو أنه هو بيتم بحث، يعني ليس لقاء إعلاميا وليس لقاء فيه نوع من اللقاء يعني الشو الإعلامي، وإنما يبدو أن هناك بحث جدي في كيفية جذب الاستثمارات، في كيفية علاج المشاكل التي يعاني منها الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين في القدوم لمصر، المخاوف الأمنية، كيف يمكن يعني التخلص من غابة التشريعات الاقتصادية. هناك يعني الكثير من الطروحات التي يطرحها رؤساء الشركات التنفيذية في الولايات المتحدة، سواء على جانب التشريعات او على جانب تسهيل العمل او خروج رؤوس الاموال او التقاضي او على جانب الامن. الرساله اللي منتظر ان يسمعها الاعلام الامريكي من الرئيس السيسي هي تتعلق بجزئين، جزئيه يعني مبادرته لتجديد الخطاب الديني والتزامه بالحرب ضد الإرهاب، وهو هنا يتفق مع الإدارة الأمريكية في ضرورة الحرب على الإرهاب. أيضا يريد الإعلام الأمريكي أو يتوقع أن يكون هناك محادثات حول التعاون الاقتصادي، حول الوضع الإقليمي وما سيسفر عنه هذا اللقاء من نقاشات حول الصراع العربي الإسرائيلي. هل سيكون هناك فصل جديد من المحادثات المباشرة برعاية عربية للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني؟ هل سيكون هناك جلب لهذه الأطراف على مائدة الحوار؟ أيضا فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية ورؤيتها لحل المشاكل الإقليمية في ملف الأزمة السورية وفي الوضع في ليبيا وأيضا الحرب الدائرة في اليمن.
هناك يعني عدة قضايا إقليمية، هناك أيضا التعاون على المستوى الثنائي. أستاذة هبة اتفضل. سامعاكي يا فندم بوضوح. طب أستاذة هبة، يعني القضايا الإقليمية، في كثير من القضايا الإقليمية وتحديدا القضية الفلسطينية، هل دي هتكون ملف لاختلاف وجهات النظر، سواء النظر الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية؟ هي ليست موقع للاختلاف. هنا هو في أيضا بعد لقاء رئيس السيسي ورئيس ترامب، هناك قمة أخرى منتظرة صباح يوم الأربعاء ما بين الرئيس دونالد ترامب والملك عبد الله عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. والملك عبد الله كان يرأس القمة العربية التي عقدت في البحر الميت منذ عدة أيام. هناك اجتماع عربي حوالين موقف عربي موحد، أيضا لقاء رئيس السيسي مع الملك سلمان على هامش هذه القمة. فهناك لقاءات عربية تم توحيد فيها الموقف والرؤية العربية لكيفية المضي قدما في مجال سبل دفع المفاوضات مرة أخرى والإصرار على نقطة حل الدولتين. أعتقد أن رئيس السيسي سيتطرق ولو قليلا حول هذا النقاش، وسيترك ربما المجال أكبر للملك عبد الله باعتباره رئيس القمة الحالية ليتطرق إلى يعني نقاش أكثر عمقا وأكثر تفصيلا فيما يتعلق بدفع مفاوضات السلام ما بين الطرفين. طيب أستاذة هبة، يعني ملف مهم جدا وهو ملف مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. جميل. وتكثيف منابع الإرهاب، وحضرتك كنت معايا أيضا في مداخلة تليفونية من حوالي 3 شهور وقلت إن هناك فرصة ذهبية لجعل جماعة الإخوان الإرهابية أو لإدراج جماعة الإخوان الإرهابية وتصنيفها بجماعة إرهابية. هل يعني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الفرصة سانحة؟ ده سؤال كويس. الإشكالية إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية إشكالية يعني يغلفها الكثير من التعقيدات. أولا بصفة عامة، لإدراج أي منظمة أو أي جماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية هناك 3 شروط أساسية. واحد، أن تكون أجنبية وهذا ينطبق على الإخوان. اثنين، أن تكون قد مولت أو شاركت أو قامت بأي فعل في دعم أنشطة إرهابية، وهذا حدث وللإخوان تاريخ طويل في الاغتيالات السياسية. الشرط الثالث هو ما يتعلق بأن هذه الأنشطة الإرهابية تكون قد أثرت على الأمن القومي الأمريكي أو المصالح الأمريكية، وهنا يوجد تجال كبير. فلم نرى أي أنشطة إرهابية من جماعة الإخوان ضد السفارة أو قنصلية أو ما يثبت بالأدلة الدامغة أن هناك تأثير لهذه الجماعة في نشاط إرهابي ضد مصالح الولايات المتحدة. هناك جدل شديد في هذه القضية. الجدل الأكبر هو ما يتعلق بجماعة الإخوان، عن أي جماعة تتحدثين؟ هل الجماعة المصرية أم جماعة الإخوان في الأردن أم في تونس أم في المغرب أم التنظيم الدولي أم في برلين أم في لندن؟ فتشعب هذه الجماعة في عدد من البلدان يجعل من الصعب تحديد أي جماعة يتم إدراجها. من جانب آخر، هناك ضغوط مورست بشدة من جانب الحكومة الأردنية ومن طب أستاذة هبة، بس خلينا نرجع حضرتك أستاذة هبة سامعيني حضرتك بوضوح لهذا الأمر. أستاذة هبة، يعني حضرتك أشرت لثلاث يعني 3 نقاط: أن تكون أجنبية، أن تكون مولت أو شاركت في دعم أنشطة إرهابية. الشرط الثالث أن الأنشطة الإرهابية دي تكون أثرت على الأمن الأمريكي. طب هل في فترة تاريخية محددة؟ يعني أحداث 11 سبتمبر أمريكا بتحسبها إيه؟ ما الأحداث 11 سبتمبر بتعتبرها تابعة لتنظيم القاعدة. هناك جهود في الكونجرس لمحاولة ربط جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم القاعدة، وربط أن أيمن الظواهري الرقم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة كان يتبع جماعة الإخوان المسلمين. هناك محاولات لشرح الأيديولوجية التكفيرية وشرح أيديولوجية جماعة الإخوان، وأيضا ربطها بجماعة بحركة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة حركة إرهابية. ففي النهاية هناك محاولات للربط، لكن بقول لك هناك ضغوط
من عدة دول. هناك أيضا مذكرة داخلية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية للبيت الأبيض تدعو فيه إدارة ترامب إلى التريث إلى حد ما وعدم المضي قدما ولو بشكل مؤقت في هذا التصنيف لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية، لأنها تتخوف من أن يؤثر هذه الخطوة على علاقة الولايات المتحدة بدول في المنطقة، مثل على سبيل المثال الأردن، ويوجد عدد من أعضاء البرلمان الأردني من المنتسبين لجماعة الإخوان. أيضا على العلاقات مع تركيا، وهي تحتاج تركيا فيما يتعلق بإنشاء مناطق آمنة في شمال سوريا وفي جنوبها، وأيضا تحتاج إلى تأمين الحدود السورية التركية. أيضا فيما يتعلق بالمغرب، وعدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان من أعضاء الحكومة المغربية. فهناك مخاوف أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر في العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية وعدد من الدول من المنطقة. هناك أيضا تخوف أن تظهر الإدارة الأمريكية بأنها مظهر يعني مستمرة في مهاجمة الإسلام. البعض قد يرى هنا في الولايات المتحدة لا يرى الإخوان، وإنما يرى فقط أنهم مسلمون. فالمسألة أن الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات متتالية ضد الإسلام وضد المسلمين. هناك أيضا حملة واسعة ويعني شديدة ومحاولة للتأثير على الرأي العام الأمريكي، حملة يقودها جماعة الإخوان المسلمين ورصدين لها عدد من شركات اللوبينج وعدد من شركات البي آر. ووفقا لتقرير أصدرته معهد الشرق الأوسط، أنها دفعت ما يقرب من 5 مليون دولار للتأثير لعرقلة هذا القانون سواء في الكونغرس أو في الإدارة الأمريكية، من خلال التأثير على المراكز البحثية واستكتاب عدد من الصحفيين في الصحف الأمريكية. فهناك كانت حملة شديدة وما زالت مستمرة لعرقلة هذه الخطوة. قدرتنا، قدرة الجانب المصري على الدفع كهذه الخطوة، هي يعني من ضمن الخطوات التي يعني تسعى الجانب المصري لتوضيح مخاطر هذه الجماعة، وأنها يعني أدرجت في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر كجماعة ومنظمة إرهابية، ومحاولة توضيح الجرائم التي ارتكبتها. لكن لا زال الجدل قائما، ما ستقدم عليه الإدارة الأمريكية؟ هل ستقدم على هذه الخطوة أم تتراجع أم تضعها في سلم يعني في أسفل سلم أولوياتها؟ ما زال الصورة غير واضحة. طيب أستاذة هبة، المؤتمر الصحفي إن شاء الله هيتعمل إمتى؟ وإيه البروتوكول المتبع اللي في مثل هذه الحالات؟ عادة بيبقى على حسب يعني وجهة نظر الدولتين، الدولة المضيفة والدولة الضيفة، بيتم في عقد مؤتمر صحفي يتم طرح أسئلة من كل جانب. لكن في لقاء الرئيس دونالد ترامب الرئيس السيسي سيكون هناك فقط يعني مجرد استقبال رسمي وسلام، شيك هاند ما بين الرئيسين، ومجرد تصريح صغير من كل رئيس حول أهمية الزيارة وأهمية العلاقات دون توجيه أي أسئلة. يعني أنا حاليا في البيت الأبيض، ربما يكون هناك المجال الوحيد لطرح الأسئلة هو في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، سيكون في حوالي الثانية والنصف مساء. طيب بتوقيت واشنطن. شكرا للأستاذة هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن.